هذه الليلة المباركة وهذا الحضور المبارك، هذه وجوه النيرة التي شرفتنا بالقدوم في هذه الليلة المباركة لإحياء ذكرى أبي أخينا الحاج حفيظ الحفيظي المرحوم رحمه الله. كان من أهل من رجال النضال من المقاومين، وكان له صوت مسموع في الحي الذي كان فيه وكذلك لدى الشرفاء العلويين. الحاج حفيظ الحفيظي سمت رئيس جمعية النمعاك، قرر ماشي كرم ويعطي شواهي التقدير ديال مجموعة الأسماء، وهذا العيد الحاج حفيظ الحفيظي رئيس الجمعية بس اسم الشهادة الواحد من الإخوة الأعزاء من أبناء مدينة مكناس البررة من منطقة أكولاي من زاوية سيدي محمد بن عمر، سيدي محمد بن عمر بأكولاي الشريف الحراتي، سيدي عبد الرحيم الحراتي المقدم فليتقدم مشكورا لتسلم الشهادة من يد أخينا وصديقنا مضيفنا كذلك الحاج حفيظ الحفيظي في هذه الليلة المباركة. وأكيد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وهذا هذه شيء للمسلمين أنهم يعترفون للرجال بأدوارهم ويعترفون لكل من أسدى لهم خدمة بتكريمه وبتقديره. كذلك الأخ ديالنا دكتور الحاج بنكر الحراتي له شهادة كذلك فليتفضل مشكورا، يسلمها دائما رئيس جمعية النمعاء، وتقول الشهادة شهادة شكر وتقدير بمناسبة الذكرى العاشرة لحفل تأبين أب السيد الحاج حفيظ مولاي حفيظ رئيس جمعية النمعاء بالكنيسة. تسلمه السيد رئيس الجمعية والمكتب المسير للجمعية بتقديم هذه الشهادة تكريما للشيخ والمقدم نلائي الخيرات والأنداع النبوية السيد المحترم الأستاذ نقيب شرفاء الحراتيين الحاج بنكر الحراتي لمشاركته في إحياء هذا الحفل الديني فليتفضل مشكورا. دائما قلت ثقافة الاعتراف سلوك سامي ينبو من النفوس المثيلة التي تعترف للرجال في مقاماتهم وتعترف لكل من أسدى خدمات جليلة بأدوارهم وتقدر هذه الأدوار. وطبيعة الحال إلى سمحتي من بعد أعطيك الكلمة، إلى سمحتي بكم الله الله مرحبا الحاج الله يحفظك بارك الله فيك. الحاج دريس وفدي من مدينة فاس جمعية العريف لدلائل الخيرات عفوا من مراكش الحمراء. وهذا الرجل باش تعرفوا مدينة قلعة السرابنة ما كانش فيها المليح والسمع وما كانش فيها دلائل الخيرات، أصبح فيها منشدون رائعون بفضل هذا الرجل هذا. تحية لي الحاج دريس وفدي أحد أعلام المديح السماع والزاوية الشاذلية الجزولية وجمعية محمد بن عريف للأمداح النبوية على الطريقة الجزولية يستحق منا كل التقدير. يكفي أنه حضر معنا من مدينة مراكش لهذا الحفل، فهذا أكبر دليل على المحبة وعلى التقدير. الحاج حفيظ حفيظي يسلمه شهادة التقدير أكيد. والحاج دريس الصوبني من رجال المديح والسماع من رجال كذلك من رجال الزاوية الجزولية، زاوية التي تلهج بمديح النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة سيدي محمد بن سليمان الجزولي في دلائل الخيرات، وهذه الدلائل التي كلها مديح للذات النبوية سواء للسيرة النبوية للسيرة العطرة لأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لسيرته ولمولده وغيرها من الأغراض. أشعر شكر الحاج قد تبقى معنا الحاج دريس بدوره جاب شهادة تقديرية سيدي حفيظ ولي حفيظ حفيظي غادي يسلمها له. طبيعة الحال هذه عرب المحبة عرب الوفاء عرب الإخلاص عرب صداقة كذلك أن يحضر من مدينة مراكش ليشرفنا في هذا الحفل رجل بألف رجل طبيعة الحال من رجال التصوف من رجال المديح والسماع.
شكرا للحاج دريس وتحيه ليك وتحيه لكل ساكنه مدينه مراكش البهجه مراكش الحمراء. شكرا تفضل سيدي الحاج شهاده تقديريه كذلك خليك معنا الحاج دريس. الحاج دريس جوجه مع الخير جمع شهاده المقدم يوسف بن عبو مقدم دلائل الخيرات المديح والسماع بمكناس. سيدي يوسف بن عفو يونس بن عفو احد مقدمين هذه الزاويه زاويه دلائل الخيرات. نعم يا حاج يونس بن عفو شهاده تقديريه من يد الحاج دريس صوبي واخرى من يد الحاج حفيظ حفيظي واخرى من يد الحاج حفيظ الحفيظي قبل ان نمر الى قراءه عطره ان شاء الله. ونحن في هذه الليله ليلة القرآن بامتياز وليلة الذكر ليلة المديح النبوي ليلة الشغال بالمديح ليلة تجديد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأمداح ومن خلال هذه القراءات. أشكر الإخوان وأدعو القارئ ياسين بن عبد السلام الأوتاس ليتحفنا بقراءة نيرة قراءة نيرة للذكر الحكيم فليتفضل مشكورا.